اعتقد كده طبعا نقدر نقول ان النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي هما اللي هيكونوا في نهائي دوري ابطال افريقيا في النسخه دي، وكل المؤشرات بتقول ان النادي الاهلي هو اللي هيكون صاحب البطوله دي، وانا بقول لك ان النادي الاهلي هو اللي هيكون صاحب البطوله دي. مبدئيا انا ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك، ولكن طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي اللي طبعا بيمثل مصر، بيمثل مصر، ودي حط تحتيها ثلاث اربع خطوط، كونك تشجعه او ما تشجعوش ده شيء يخصك انت ما يخصش اي حد تاني، ولكن انا عن نفسي ما بشجعش ولا اهلي ولا زمالك، ولكن اذا كان الزمالك بيلعب خارج مصر هشجعه، والاهلي اذا كان بيلعب خارج مصر ايضا هشجعه. طبعا انا حابب اتكلم في نقطه بسيطه، الناس اللي شغاله عماله تتكلم على مباراه وفاء سطيف الجزائري والنادي الاهلي اللي طبعا اللي هتلعب بكره. فباختصار كده في ناس بتتكلم بتقول لك لحد الان ان النادي الاهلي ما تاهلش، وان النادي الاهلي ما ضمنش خلاص فكره ان هو هيكون في النهائي مع الوداد المغربي، وانا بقول لك ان النادي الاهلي اتاهل، وانا بقول لك ان النادي الاهلي هيكون في النهائي. ما هو حاجه بالعقل، انت متخيل انه فائز طيف يعني واحد يقول لي مثلا طب هو لسه لا فايز سبعه في الدوري الجزائري، اقول لك ماشي، طب مقارنه بالفريق اللي فاز عليه سبعه هتقارنه بالنادي الاهلي؟ اكيد لا طبعا، اكيد لا. طيب بالراحه كده، الاهلي فايز كام؟ فايز 4-0. طيب عايز كام وفائز طيف علشان يفوز على النادي الاهلي؟ طب هل الرقم اللي هو عايزه ده هيقدر يجيبه في النادي الاهلي؟ بالطبع الموضوع صعب جدا جدا. كرة القدم ما فيهاش مستحيل، أنا معاك إن كرة القدم ما فيهاش أي مستحيل، وأنت أو أنا مقتنعين بحاجة زي كده، ودايما شفنا حاجات كتير جدا ومع في كل الدوريات على مستوى العالم، مش بس في دوري أبطال أفريقيا، لا ده في الدوريات حتى الدوريات المحلية برضو بنشوف يعني حاجات غريبة جدا بتحصل في كرة القدم، ولكن عندنا عقل نميز بيه، عندنا عقل نعرف من خلاله نفكر بشكل صحيح وبشكل عقلاني شويه. اقول لك باختصار كده ان النادي الاهلي هيكون في النهائي، وعايز اقول لك النادي الاهلي هياخد النسخه دي، يعني النسخه دي هتكون النسخه الثالثه على التوالي للفريق الاحمر، والموضوع ده بالنسبه لي انا اصلا انا مقتنع بيه من فتره كبيره جدا، من ايام النادي الاهلي ساعه ما بدا يتعثر في البطوله دي، وبعد كده قلنا خلاص النادي الاهلي هيعدي، فالنادي الاهلي وصل لمرحله ولا اروع من كده. النادي الاهلي عنده عزيمه، اللعيبه عندها روح بتلعب بيها غريبه الشكل بصراحه، فالمؤشرات دي بتقول لك ان النادي الاهلي قريب جدا جدا من 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 حصوله على النسخه دي، والنسخه دي بتاعه النادي الاهلي، والنسخه دي هتكون في الفريق الابيض وهتكون في الجزيره زي ما بيقولوا جمهور النادي الاهلي. في الاول وفي الاخر انا ما بفرضش عليك انك تشجع او ما تشجعش، ده شيء يخصك انت، ولكن باختصار النادي الاهلي نادي بيمثل مصر، فالطبيعي ان انت لو حتى ما عندكش الانتماء القوي لو فكرت بعقلك هتعرف ان انت لازم تقف جنب النادي الاهلي وتشجع النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، لانه طبعا فريق بيمثل مصر. وانا بقولها تاني لكل جمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي هياخد النسخة دي وهو اللي هيكون صاحب البطولة دي. طبعا انت هتكتب لي رأيك في التعليقات وتقول لي شايف الكلام ده ازاي، هل شايف ان النادي الاهلي بالفعل هيكون هو صاحب النسخة دي وهيتأهل للنهائي، ولا الكلام ده هيكون صعب شوية على النادي الاهلي؟ اكتب ده في التعليقات، وريت طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده.